وده الفيديو الثامن من سلسلة تعلم الرسم المبتدئين من الصفر. في الفيديو الاول اتعلمنا ازاي نجيب الادوات كلها والادوات بتاعت التظليل وكل حاجة. في الفيديو الثاني اتعلمنا اكتر من طريقة للتظليل، وبعدين طبقنا عليهم عملي في الاشكال الهندسية، وبعدين رسمنا الاشكال اللي قدامكم دي، وبعدين اتعلمنا الطرق بتاعت التسييح، بعد كده اتعلمنا ازاي نرسم الشفايف، وبعدين ازاي نرسم الانف او المناخير. وفي الفيديو بتاع النهاردة نتعلم ازاي نرسم العين. اول حاجة نستخدم قلم درجة خفيفة، ونجيب اي اداة تاني، قلم تاني ممكن او اي حاجة بس تكون متساوية ناخد بيها المقاسات. هنشد اول حاجة خط كده مستقيم، خط كامل مستقيم. نبدأ بقى، يعني انا شايفين انا استخدمت الاداة اللي معايا قدامي دي، ممكن احنا نستخدم اي حاجة تاني قدها او مسطرة برضو او اي حاجة. التلات اجزاء يكونوا قد بعض بالظبط اللي انا رسمهم زي اللي قدامكم دول. ممكن كمسافة مثلا 2 سنتي او 3 سنتي بالمسطرة، المسافة ما بين واحدة والتانية. مش هنستخدم طبعا المسطرة في كل حاجة، عايزين ايدنا نستخدمها او الادوات اللي معانا تكون كويسة. نبدأ نحدد ونعمل مربع عليها بالشكل اللي قدامنا ده كده. نوصل خط في النص، مش كل عينين هنرسمها بنفس الطريقة، يعني اكيد في طرق تانية كتير، بس دي طريقة بس بدائية بس احنا ممكن احنا نتعلم نرسم بيها العين وتكون مظبوطة. المسافة ما بين العين والعين، عين التالتة، مش ثابتة في كل الرسومات، يعني احنا هي في الوش بس الامامي او الوش اللي هو ظهر لناحية القدام بيكون المسافة ما بينهم عين تالتة، وبتختلف طبعا برضو من شخص للشخص التاني. ونبدأ نحدد التحديد بتاع العين بالشكل اللي قدامكم ده كده، نمشي عليها بنفس الطريقة وتظهر قدامكم برضو. انا بكده بعمل بالقلم الدرجة الخفيفة بحيث ان لو يكون في غلطات احنا ممكن احنا نمسحها، تمام، ونتعود ان احنا نرسم بالقلم الدرجة الخفيفة. بعد كده نرسم النني اللي جوه العين، بعد ما نرسم العينين الاتنين يكونوا قد بعض بالظبط جوه المربع، وسايب مسافة من الجنب كده للرموش، نرسم النني التاني، الاتنين قد بعض شوية، قد بعض بالظبط. لو لقينا ان في اي فروقات او حاجه نحاول ان احنا نعدلها، عشان التحديد ده هو اللي بيفرق جدا في الرسم. بعدين في خط فوق العين نبدا ان احنا نحدد عليه بنفس الشكل قدامنا ده، والحاجب طبعا مكانه فوق، نحدد عليه بنفس الطريقه دي كده. طبعا في اشكال للحاجب كتير جدا هنتعلمها ان شاء الله في الفيديوهات الجايه، بس يعني احنا ناخد بس نبذه عنه بسيطه وبعدين نرسمه كويس بقى في الفيديوهات الجايه. بدأنا ان احنا حددنا الشكل كده، الاوت لاين بتاع الرسمة دي خلص، شايفين طلعت معايا مظبوطة. نرسمها بالشكل ده كده. طبعا مع اختلاف العيون في اشكال كتير جدا يعني، واختلاف العين من الولد للبنت بيكون في اشكال كتير، بس احنا نبدأ ان احنا نتعلم نرسم حاجة بدائية خالص او حاجة بسيطة. نبدأ بعد كده نرسم النني بتاع العين، نبدأ نظلل المنطقة اللي جواه. طبعا في اماكن كتير يعني العين لازم يكون فيها اي اضاءة، فاحنا عملنا فيها اضاءتين، اضاءة يمين واضاءة في الشمال زي اللي قدامكم دي بالظبط. ممكن نحن نسيب مكانها، وممكن نحن نظلل العين كاملة وبعدين نحن نحط نقط بيضة بقلم جل ابيض، بس احنا قلنا هنستخدم الادوات البسيطة خالص. احنا بنستخدم لحد الوقت القلم الرصاص، استخدمناش حاجة تاني، والادوات كلها متوفرة برضو عندكم. وقلم الجل احنا هنحط بيه النقطة البيضة بس، او ممكن بديل ليه قلم الكاركتر برضو بيكون كويس، او في قلم جل للتقليد. ممكن الادوات دي كلها احنا ممكن احنا نستخدمها، مفيش اي مشكلة. نبدأ نمشي على الحدود من بره درجة تقيلة، والخط اللي من تحت بتاع تحديد العين درجته خفيفة ويكون رفيع شوية، نمشي عليه تحديد تاني كده بحيث ان بيكون فيه زي خط كده تحت العين، خط ابيض الجزء التاني منه بيطلع منه الرموش، عشان لما نيجي نرسم الرموش بالشكل ده كده. نبدأ ان احنا نرسمها بنفس الطريقة، حددنا عليها، نرسمها شعراية شعراية وتكون خفيفة، وهتتعلموا ده اكتر برضو ولما نرسم للشعر، ايدكم هتظبط جدا في الشعر، بحيث ان احنا نرسم شعر كتير مش شعر الرموش بس، عشان الرسمة ايه بيكون فيها الرموش شعر قليل برضو شوية. حددناها بالشكل ده، ما نكترش الرموش، احنا نعمل مسافه ما بين الرمش والرمش التاني، والرموش اللي تحت بتكون درجتها خفيفه خالص او صغيره برضو، مش بنفس السواد اللي موجود فوق وقليله جدا وبتصغر من على الجنبين. الرموش في النص بتكون درجتها تقيله، ومن على الجناب بتكون درجتها خفيفه وحجمها اصغر شويه. نبدا نظلل في القرنيه بتاعه العين كده من بره تحديد بس خفيف، بحيث ان التظليل من على الجناب بيكون في يعني في درجه شويه او داخل على اللون الرصاصي، ما بيكونش لونها ابيض. نبدا نحدد العين الثانيه، هتكون نفس العين الاولى برضو، نكمل عليها التظليل كده بنفس الطريقه اللي عملنا بها العين الاولى، بس بالعكس هي معكوسه بس شويه.
نبدأ نحدد النيني بتاع العين. طبعا بعد ما ترسموا الرسومات دي تبعتوها لي على قنوات التليجرام، راجع الرسومات بتاعتكم وتكملوا في الكورس ده، لان احنا قربنا ان شاء الله ندخل على البورتريه الكامل، هنتعلم ازاي نرسمه، ازاي نرسمه برضو فري هاند، وكل الطرق ان احنا ممكن نرسم بيه. في اخر الكورس هتتعلموا ازاي ترسموا اي صورة ممكن تكون قدامكم. في الجنب التاني ده نبدأ ان احنا نحدد الرموش بنفس الطريقة، ونعدل السكتش على الاتجاه اللي مريحكم انتم، مش لازم زي ما انا سنده بالظبط، انا عامل بنفس الطريقه اللي قدامكم دي، هي مظبوطه بس كده بحيث ان هو يظهر لكم انتم مظبوط يعني عموما. لكن في الاصل انا بلف السكتش يمين وشمال بحيث اللي هو يريحني انا وانا برسم. ابدا احدد الرموش من تحت درجتها خفيفه برضو، والتظليل من على الجوانب بنفس الشكل اللي قدامكم ده كده. نبدا نحدد الخط اللي من فوق درجة تقيلة، او ممكن احنا نعمله قبل الرموش بحيث ان هو يكون درجته تقيلة وعليه التحديد بتاع الرموش نفسها. نبدأ نظلل حواليها تظليل خفيف كده جوه المربع اللي احنا رسمنا فيه بس، ونكمل تظليل للجزء اللي فوق. في اشكال عيون كتير جدا ممكن تتدربوا عليها، بس دي حاجة بس في البداية بحيث ان انتوا تبدأوا ترسموا العيون. ياريت اللي هيطبق على الدرس ده ما يرسمش العين دي بس، ممكن يجيب صور عيون تاني ويرسمها، وان شاء الله في فيديوهات جاية برضو عن العيون برضو شوية. شايفين؟ نكمل عليها بالشكل ده كده، نكمل تظليل حواليها بحيث ان هي تبان معايا واقعية اكتر. تظليل كلها تظليل بالقلم، حابين تعملوها تسيح برضو مفيش مشكلة، التظليل او التسيح برضو الاتنين مفيش اي مشكلة اللي يريحكم فيهم، بس اتدربوا على التظليل اكتر لان ده هو اللي بيطور من مستواكم في الرسم وبيكون احسن برضو في الرسومات. نبدأ بقى دخلنا في الحاجب، احنا هناخد بس نبذة عنه بسيطة. بنعملها شعراية شعراية بنفس الطريقة اللي قدامكم دي كده، والاتجاهات بتاعته من اليمين ده بيمشي ناحية الشمال، والشمال بيمشي ناحية اليمين. نبدأ نحدد فيه، وبيكون فيه شعر عشوائي برضو فيه شوية بطريقة كده بحيث ان هو يبان معانا واقعي اكتر، بيكون بشكل عشوائي اكتر في الولاد، في البنات بيسرحوا الحاجب تقريبا او حاجة زي كده، بيكون متحدد. نبدأ نظلل عليه بنفس الطريقة دي كده. الجنب التاني برضو العكس الجنب الاول، نعملها شعرايه شعرايه، ما تعملوش بنفس السرعه دي علشان الطريقه السريعه ما هبوظ معاكم الرسمه، انا مسرع عليكم الفيديو لكن انا كنت برسم فيه بالراحه. نكمل عليها تحديد، بعمل بدايه شعر ونهايه شعر واوصلهم ببعض في النص، وده شعر طالع لفوق من على ناحيه الشمال. نبدا نحدد عليها من على الجناب بنفس الطريقه دي كده، حابين تخلوها تظليل بس مفيش اي مشكله وكده يعتبر خلصت. حابين تسيحوها برضو بنفس الطريقه باي طريقه باي حاجه ان احنا ممكن نسيح بيها مفيش اي مشكله. يا رب الفيديو يكون عجبكم، ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو وسبسكرايب للقناه، والسلام عليكم.